راجعين اليوم على ماس يوث سنتر. This is actually one of our robots from the previous season. Okay. So we named it Kraken and it's a very complex design. This is some of our success that we've received over just the past year and a half. الولاد بيعملوا برمجة، الولاد بيعملوا تسويق، الولاد بيتكلموا ويعرضوا الشغل بتاعهم public speaking. انت لو جيت لنا من سنتين الولاد دي واحنا بندخلهم البرنامج كانوا بيتكلموا وشهم في الارض وبيعملوا يعني ما كانش عارف زي بقية الشباب. احنا هندي لابنك حاجة المدارس البابليك سكول مش هتقدر تديها له. We're talking about energy and power. How old are you again, Maria? I'm 10 years old. بمجرد ما بيخلصوا المرحلة الثانوية هو بيبقى في شركات اوريدي بتهتم بيهم وبتبتدي تبقى عايزة انها تعينهم مستقبلا. احنا ما عم نحكي على شركات هيك، عم نحكي على مايكروسوفت، عم نحكي على جوجل، عم نحكي على تراتيب. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة دالاس ولاية تكساس بنقول لكم اليوم يا هلا. جايين اليوم على ماس يوث سنتر. تعالوا شوفوا هالترتيب هون، عاملين نظام جميل ورائع. اليوم عاملين روبوتكس ايفنت للشباب اليوث من اعمار تقريبا ببلشوا من 7 سنين ل 18 سنة، بيعلموهم على الروبوتات وعلى الترتيب وعلى الشغلات. اسمي مروان معروف، انا المدير التنفيذي هون، اكزيكتيف دايركتور ماس يوث سنتر. احنا عندنا روبوتكس تيم في المركز، وحتى الان يعني انتشرنا في كذا مسجد ومركز في امريكا، حوالي 20 مركز حتى الان. اليوم كان عندنا ضيف المير تبع ارلينغتون، فعملنا له تور وعملنا له ديسبلاي والاولاد عملوا برزنتيشن على الستيج. الروبوتكس تيم في اعمار مختلفه، بيبدا بالعمر الصغير من 7 سنين لحوالي 10 سنين، وبعدين العمر اللي اكبر بيعملوا روبوتات على مستوى يعني اندستريال. ناخذكم في جوله هيك، نبدأ يلا بسم الله. الاطفال الصغار ان شاء الله. 7 سنين قال 10 سنين يا جماعه الخير، يعني هم اطفال في العمر لكن الصراحه شيء بيرفع الراس. What do we have in here عبد الله؟ So this is one of our innovation projects. And there's a remote control car. This has a solar panel, so you can charge it outside so it can like run. You made this? Yeah, we made this one, and this one. Yes, and you made this, Abdullah? Mm-hmm. Are you sure? Yeah. Tell me, just between us, like. I did. You did? What do you want to be in the future, Abdullah? A doctor. We have to, our robot has to pull the lever all the way here to make our robot go. A bonus point is for this energy unit to be inside the car. We're talking about energy and power. How old are you again, Maria? I'm 10. 10 years old. FTC, first technical challenge. الأعمار تبدأ من 12 يعني 15 تقريبا. تشالنج تبعهم مختلف شوي، لكن نفس الفكرة. الأولاد هم اللي بيصمموا، هم اللي بيبنوا، هم اللي بيعملوا البرمجة، وهم اللي بيشتركوا بالسباق بالكنترولر والدرايفرز. This is our field for FTC. And that is one of our robots that we use in our competitions. And so the robot is supposed to take the cone and it's supposed to drop it on one of these poles. And you get more points for putting the cones on the highest poles. In the first 30 seconds, the robot goes by itself. But in the next 1 minute, 30 seconds, you're using the controllers. There's going to be 2 people playing and they're going to be controlling the robot. And you have to try and get the most points possible. أنا اسمي محمد صلاح عبيدة. I'm a research scientist at Sandia National Lab and the founder of Itqan Robotics. إلى الآن اللي شفته أنا شيء رائع، ليش هيك كابتن؟ أول حاجة الموارد المهدرة عند المسلمين، يعني أنت عندك أكبر مصدر الموارد المهدرة هي الخبرة اللي المسلمين بيكونوها في المهجر هنا. نعم. أنت هتلاقي مننا الطبيب الناجح، الجراح الناجح، أستاذ الجامعة، بيشتغل مدير في شركة إنتل أو في شركة من كبريات الشركات، بيقعد أغلب عمره بيكون خبرة معينة عشان يعمل الوظيفة اللي هو بيعملها، وبعدين بيتوفاها الله. الخبرة دي للأسف بتفضل مع غير المسلمين هنا في المهجر، اللي بيرجع منها للمسلمين قليلة. وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكلة أساسية مع شباب المسلمين. النموذج الحالي ان احنا نجيبهم من المساجد، نكلمهم شوية عن الدين، نكلمهم شوية عن ربنا، نخوفهم من الآخرة شوية، وبعدين لما نيجي نقول لهم بقى طب انتوا البروفيشن بتاعكم، الحاجه اللي هتعملوا منها فلوس عشان تصرفوا على اسركم المستقبليه، لا دي روحوا اتعلموها من غير المسلمين. فللاسف الشديد بيروحوا يتعلموا الكلام ده من غير المسلمين وينبهروا بيهم في نفس الوقت. صحيح. وواحده واحده ارتباطهم بدينهم الاسلامي بيبتدي يبقى قليل. فاحنا حطينا النموذجين مع بعض، الاحتياج والموارد المهدره. عملنا نموذج بنحاول ان احنا نفهم شباب المسلمين ان
أكتر حاجة فاليبل أو ذات قيمة ربنا اداها لهم في الدنيا دي هو انتمائهم للمجتمع المسلم. فعشان نوريهم الكلام ده بشكل عملي ابتدينا ننتشر في الجوامع. جينا هنا ماس دالاس من سنتين عملنا برنامج احنا هندي لابنك حاجة المدارس البابليك سكول مش هتقدر تديها له. الشرط هنا انك انت ان احنا عايزينك انت كمان تبقى معانا. هذا اللاب تبعنا او تبع الفريق تبع الروبوتكس زي ما بقولوا يعني this is where the action happens. راح تشوفوا مجموعه من الاجهزه يعني من احدث الاجهزه في عالم الروبوتات والاولاد بيحكوا لكم ان شاء الله والبنات عن التفصيل. يا بسم الله تعال نشوف الترتيب. اول شيء هون السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلني عرفني عن حالك. My name is اشرف and I'm on the marketing team over there, but we'll get to that. First, we have to get started with where everything starts, which is the 3D modeling sub team right here. They do everything to actually brainstorm the robot and then CAD the robot online, which is to design it. And then we move through the process of them manufacturing it, then the building team, then programming, and then lastly, the marketing team, which is where I'll tell you all about that. Marketing. عندك ماركتنج يا جماعة الخير. طيب. الولاد بيعملوا برمجة. الولاد بيعملوا تسويق. الولاد بيتكلموا ويعرضوا الشغل بتاعهم. Public speaking. صحيح. الولاد بيعملوا نمذجة رقمية. أنا ما بجيبش مدرس خلاص انفصل عن التطور السريع اللي شغال حاليا عشان يعلم الولاد. لا. ده أنا بجيب الخبير المسلم اللي موجود في الشركة الفلانية اللي على أحدث دراية بالوضع الحالي. هو بيعطيهم التريننج او بيدرب. ده جزء من الاتفاق اللي بيني وبينه. انا عشان اقبل اولاده في قلب البرنامج لازم هو نفسه يجي يقعد معايا حوالي 5 ساعات كل اسبوع يعلم بقى اولاده واولاد المسلمين. انا ابتديت بثلاثة مدربين دلوقتي عندنا حوالي 25 مدرب. So first of all, as you can see right now, we're having our sessions going on where you know we're teaching and spreading our knowledge of the 3D modeling to newer students. So what we try and do is you know we have a mentor ratio like 1-to-1. So each student that's learning something new has someone that already knows more than him teaching him already, you know, how to CAD and how to model. And as you can see these pieces of these robot right here, they're made out of plastic, right? So this is where we model them. And as you can see right here, he's drawing lines on the computer where these lines can actually be cut on the laser cutter right back there. And then they're cutting into these plates that they're making right here. كل شاب من الشباب اللي معانا دلوقتي معاه حوالي 2 أو 3 صفحات في الصحيفة الشخصية بتاعته جوائز وأوردز وإمكانيات سوق العمل بيحتاجها. هذا كله وهن لسه في عمر 15 16 بالزبط. 17 سنة بالضبط. والشيء اللي أنا بصراحة لفت انتباهي اللي هو التالي. أنا هلأ عم بحكي مع الشباب 15 و16 و18 بس عندهم ثقة؟ عم يحكي معك كأنه رجل بالغ أو امرأة بالغة متحدثة. أنت لو قلت لنا من سنتين الأولاد دي وإحنا بندخلهم البرنامج كانوا بيتكلموا وشهم في الأرض يعني ما كانش عارف زي بقية الشباب. This is actually one of our robots from the previous season. Okay. So we named it Kraken and it's a very complex design. So our robot was kind of a cycling bot. And so what we did is it extends up to the amount of 3 tiles. So pretty much half the field. How long does it take like to build one of these? And this season, this robot took us, I think, about a few months. ابتدينا كوننا فرق شاركنا بيها في كبريات المسابقات العالمية. الحمد لله احنا لسه راجعين من كاس العالم. شاركنا في أعلى مستويات البطولة وخدنا أفضل الجوائز وسط فرق بتدربها دول وبتشرف عليها دول. احنا الحمد لله بإمكانيات بسيطة جدا وبمشاركة المجتمع المسلم. دلوقتي اللي احنا بنعمله بالنموذج اللي اتكون هنا في خلال سنتين this is unprecedented. يعني احنا لما السياسيين بيقولنا ما فيش public school تقدر تعمل الكلام ده. ما فيش نموذج قادر يبرين التكنولوجي للولاد بالمنظر ده. ولقينا الموضوع بمنتهى البساطة. أنا عندي هنا يبقى فايس بريزيدنت في شركة هو اللي بيعلم الولاد الماركتينج واخد 5 ولاد في الماركتينج. يبقى سينيور سوفتوير انجينير في شركة تانية هو اللي ماسك 5 أولاد. الأهم بقى من ده كله إن إحنا بمجرد ما بتوري الولاد إن الإسلام هو اللي حقق لهم الكلام ده كله اعتزازهم بدينهم الإسلامي خلاص. This is some of our success that we've received over just the past year and a half in these different competitions. We were able to win numerous competitions at different levels, like the region, locally, at the state competitions, and even with the Nigeria team at the world competition. Awesome. They were able to advance in just their rookie year to the world competition because of our mentorship. احنا دلوقتي بالنموذج اللي احنا عملناه في المركز الإسلامي ده احنا بنوري غير المسلمين بنوري المجتمع الأمريكي ككل إن المسلمين على فكرة عندهم نموذج ممكن يفيدكم فايدة كبيرة. كل اللي احنا بنعمله إن احنا بنجمع شباب المسلمين
وبنطلع لهم عينينا، بنخدمهم وبننقل لهم خبراتنا ونقول لهم بصوا هي حاجه واحده بس عايزينها منكم، اللي عملناه معاكم تعملوه مع المراكز الاسلاميه اللي حواليكم. انت ما عرفتنا عن حضرتك هيك شخصيا. مولود في مصر، اتخرجت من كليه الهندسه جامعه اسكندريه، جيت هنا حضرت دكتوراه في هندسه طيران وماجستير في الرياضات التطبيقيه، عملت باحث في جامعه كارنيجي ميلون يونيفرسيتي لمده سنتين، ودلوقتي بشتغل ريسيرش ساينتست في سانديا ناشونال لاب. So in order for us to get the money for everything that we do, because this is not cheap, of course, we have over $100,000 in our budget just last year, we have to actually get sponsorships, grants, and fundraise in some sort of way. So that's also a part of the marketing team in which we run different fundraisers, we talk to different companies, we connect with individuals in order to get funding for our team. And on the point of connecting with individuals, in order to get the knowledge that we have, we have to connect with professionals in the industry. I can show you right here a list of the connections that we made in just the last couple of years in order to really learn from them. And then we share that knowledge to the different teams that we So create. انت حكيت مع Google? Yeah, حكيت Google, مع... everything. And then if you look at the back of my hoodie, these are all our sponsors that we have. Alhamdulillah, we have Google, we have... So Google, Texoma Liver Center. طيب هدول يعني انت بتروح لعندهم تحكي معهم تبعت لهم ايميلات وكذا؟ Yeah. Hey, it's all part of the communication that we do. اليوم موجود في دالاس. هل ممكن نطبقه في كذا مدينه في كذا ولايه في امريكا حوالين العالم؟ باذن الله واحنا اوريدي ابتدينا نعمل الكلام ده دلوقتي. اللي احنا عملناه ان احنا عملنا نموذج ينقل الخبره دي لاي مركز اسلامي جديد في 6 اشهر. بنقول له والله دي الخطوات اللي هتبتديها، دي الكومبوننتس اللي انت هتعملها، ده النموذج اللي انت محتاج تطبقه. الحمد لله السنه اللي فاتت مسجدين مركزين اسلاميين في نورث كارولاينا ابتدوا ينضموا. دلوقتي احنا مش موجودين معاهم، ابتدينا نعمل لهم حاجه اسمها ماربلز فيرتشوال اكاديمي. دي الولاد بتوعنا بيدرسوا الولاد بتوعهم دايركتلي، البروجرامرز بيدرسوا البروجرامرز، ال 3 دي مودلرز بيدرسوا ال 3 دي مودلرز. اللي بيشرف على العمليه التعليميه دي من عندنا المدربين اللي هم شغالين في شركات ومراكز ابحاث وجامعات، واللي بيشرف عليهم من هناك نفس الشيء. ما هو انت كل مجتمع مسلم ما هو فيه الكفاءات دي، فيه كفاءات موجودة اللي تقدر تيجي، وهم خايفين على أولادهم كمان. ابتدينا كمان نتواصل ونكون شابترز في تركيا، في ألمانيا، في كمبوديا. انت علمت الأولاد علموا العشرين، العشرين أكيد حيعلموا 200. الله يفتح عليك انت، الله يزيكم الخير. الولاد دي قبل ما يوصلوا، بمجرد ما بيخلصوا المرحلة الثانوية، هو بيبقى فيه شركات اوريدي بتهتم بيهم وبتبتدي تبقى عايزة انها تعينهم مستقبلا. دي الشركات اللي هي صرف علينا لغاية دلوقتي. انت الشركات احنا ما عم نحكي على شركات هيك، عم نحكي على مايكروسوفت، عم نحكي على جوجل، عم نحكي على ترتيب. اي مركز اسلامي عايز ينقل التجربة بتاعتنا عنده، احنا يا سيدي ممكن نسافر له والله واخد الاولاد ويعملوا دورات تدريبية عنده. ممكن ان احنا بننقله التجربة بتاعتنا بالكامل لوجه الله سبحانه وتعالى. حتى اللي عم تقول لي انه غير المسلمين بيقدروا يستفادوا من هذا البرنامج. فبالتالي فكرة جميلة جدا انه احنا الموجودين هون في عنا امخاخ، في عنا عقول، في عنا فلوس، في عنا يد عاملة، وفي عنا اولاد خايفين عليهم. تعالوا ندمج هذا كله ونحط ايدينا بايدين بعض ونحاول نحمي هذا الجيل ونصقله ونوجهه هيك في طريق يكون ممتاز وإلى الأمام ويعتز بدينه وإسلامه. From Mass Youth Center we say Yeah!